فلوج بورسعيد علشان سألتوني كتير قوي عن كذا حاجة، فخليني اقولها لكم. كنا بنصور في الاسانسير مع اختي وعيالها، وبعدين نزلنا وركبنا التاكس، وبعد كده بقى ايه رحنا على مكان اسمه الجراج. كنا قلنا نصور اول ما نزلنا، وبعد كده بقى رحت فين؟ رحنا اللي هو مكان اسمه كودير، محل بيبيع حلويات تحفة يا جماعة، وبجيب من عنده كل يوم كرواسون طول ما انا قاعدة هناك من كتر حلاوته بجد. بعد كده هو جنبه كده على طول او في ظهره في الجراج ده عبارة عن محلات كتير بتاعت اكل وشرب وكل حاجة كل حاجة، وفي القطر دوت وفي كيدز كده صغيرة، وبجد مكان حلو قوي للي عايز يروح يتفسح. لو رحتوا بورسعيد لازم تروحوا الجراج، بجد مكان حلو قوي. رحنا الشاطئ ده قريب من الجراج، كان فيه اصلاحات، مفيش رسوم دخول ولا اي حاجة، بس كده كان فيه زي اصلاحات زي ما قلت لكم. دخلنا في بقى بيجي باجي وحسين علي وكيجي ركبوا الحصان، وانا كنت ركبته مره قبل كده. بتدفعي للراجل 20 جنيه وبتصوري لوحدك بقى اتجاه البحر وبيسيبك وكل حاجه. فجاه الجو قلب، وعايزه اقول لكم ان الدنيا غيمت والرمال بقت جامده قوي لدرجه تلاقيها تدخل في العين والبق وكل حاجه، شايفين منظر الرمله. فللاسف ما قدرناش نستمتع وقت كافي على البحر، وخدنا بعضنا ورحنا ماك، وهم خدوا اللعبتين دول وكانوا فرحانين بيهم قوي، فانا صورتهم يعني منهم وكده. الفيو من فوق بقى في ماك تحفه يا جماعه، اصبروا هصورها لكم. بورسعيد اصلا من الاماكن الحلوه قوي اللي تحبي تروحيها، بجد بجد من الاماكن التحفه المريحه نفسيا. نزلنا بقى من عند ماك وتمشينا شويه كده اهوت، ودايما هتلاقوا المساجد كده وانتم ماشيين، المعمار بتاعها شكله حلو قوي قوي قوي، مهتمين بيها كده. دي من الحاجات اللي انا لاحظتها دايما في بورسعيد. بعد كده رحنا مكان تاني، المكان ده اسمه ساحة مصر، وعايزة اقول لكم ان هما بقى بيلعبوا بالسكيت وحلو قوي للاطفال لو حابة تلعبوا كده. احنا بس ايه مرينا عليه كده واتفرجنا على الكراسي الملكية دي وقعدنا عليها كده، كانت حلوة قوي، وكان منظر البنا ده كده والمعمار شكله حلو قوي والكراسي شكلها تحفة بجد. بس كده قعدنا شوية ارتحنا، وبعدين مشينا شوية قدام وطلعنا السلالم دي، بتشوفوا بقى المنظر البحر من فوق كده والمراكب، المنظر كان حلو قوي. بس بصراحة عشان الدنيا كانت ضلمة فالتصوير ما كانش افضل حاجة. بعد كده رحنا المعدية، وبصوا بقى طلعنا الدور التاني، تحفة يا جماعة تحفة، لازم تروحوا حتى لو هتروحوا ترجعوا بيها تاني، بجد جميلة قوي. انا فعلا ركبناها ورجعنا بيها، مرضناش ننزل اصلا، رجعنا بيها تاني وقمت كده اتصورت. بتشوفوا كده اللي انت في قلب البحر كده تحفة. انا عايزة اقول لكم كمان اللي انتوا لما بتركبوها بالنهار ساعات بيبقى في طيور النورس دي، لو معاكم اكل كده زي عيش او حاجة بترموها بيتلم بقى الطيور وبيبقى المنظر تحفة قوي. فلو رحتوا بورسعيد لازم تركبوا المعدية يا جماعة. رحنا بيها رايح ورجعنا بيها تاني، وبعد كده روحنا وبس كده. يا رب يكون الفلوج عجبكم، وبس كده بحبكم قوي.